حقيقة نختم الأمر في هذا الموقف الأول بدروس مستفادة. لا شك بأن الدرس الأول من هذه الحادثة أن خديجة رضي الله عنها فعلا كانت مرأة قاطبة، فعلا كانت مرأة سكنا لزوجها، فعلا كانت راحة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا تحققت بأن هذه المرأة هي من النساء التي تقف عند الأزمات الكبرى مع من يحيطها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى طبعا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة، إذا انتهى المودة، انتهى المودة هي الحب، إذا انتهى الحب سيبقى على الأقل الرحمة بين الأفراد. نعم، ففي كثير من الآيات طبعا جعل طبعا خديجة تتصدر ماهية وحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها بسنوات عديدة. كذلك الأمر الثاني والاستفادة من هذا الموقف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد مباشرة أن يتجه إلى مكان يظن وعفوا يتأكد بأنه مكان لسكنه وسكن قلبي، وهي مكان خديجة. لم يتردد بأن يخبر خديجة، يخبرها كزوج ما حصل من همومه ومن مشكلاته كلها في حياته، أخبرها كثير من التفاصيل. للأسف يعني الأمر الثاني هو يعني ربما ما يحصل في كثير من المشكلات الاجتماعية بأن نلقي هذه الأخبار والأسرار في خارج نطاق الأسرة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتجه مباشرة إلى أحضان تلكم المرأة العظيمة خديجة رضي الله عنها. أما الأمر الثالث فهو ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى نفس المكان الذي يظن بأن هناك اختلاف كبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد ولم يخف، فكان فعلا هذه من الدروس المستفادة من الموقف الأول من النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا شكرا سيدتنا خديجة.